مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. اهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. اليوم راح يكون الفيديو عبارة عن فيديو دردشة. بما انه الفيديو اللي فات عجبكم وحصل على نسبة مشاهدة كتير منيحة بالنسبة لقناتي لانه عدد مشاهدات شوي قليل، بس الفيديو اللي فات كان عبارة عن دردشة. صححنا مع بعض اشياء كانت مغلوطة عن اليوتيوبرز او معلومات خاطئة عن اليوتيوبرز، فصححناها مع بعض وان شاء الله تكونوا استفدتوا من هالشي. فاليوم الفيديو راح يكون عبارة عن دردشة، ولكن ما راح نصحح اشياء خاطئة. اليوم راح نتحدث عن نارين وعائلتها، ليش انتقلوا تحديدا للسويد. فكتير من الاشياء ما بيعرفها الناس عن قصة نارين، لانه نارين بيوتي ما حكت عن قصتها على اليوتيوب، فكانت عم تعمل بثوث مباشرة وفي بعض الأوقات بتعطي هيك معلومة أو قصة صغيرة عن حياتها. هيك أنا رح بحثت عن البثوث وأخذت من كل بث معلومات هيك شوي من هون شوي من هون شوي من هون، فحاولت أني أجمع المعلومات بما أنه نارين ما حكت عن 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 هالشي بفيديوهاتها، مشان تكون بهالفيديو إن شاء الله هالمعلومات. فأول شي نارين بيوتي وعائلتها كلياتها كانوا عايشين بسوريا، تحديدا بحلب، لأنه نارين من حلب. فالأمة كانت تخاف كتير عن الأوضاع اللي كانت هناك، فكانت أوضاع بسوريا كتير صعبة، خاصة أنه كانت في بعض المناطق بعدها انتقلت كبرت، يعني انتقلت إلى مناطق تانية. فالحرب بسوريا ما كانت موجودة بحلب لما كانت نارين صغيرة، فكانت حياة عادية بالنسبة لنارين وأخواتها، إلا بلشت الأوضاع بحلب تتدهور وبلشت الحرب هناك وبلشت أشياء يعني سلبية. فكانت أم نارين كتير تخاف على أولادها كأي أم، بس نارين حكيت أنه أمها شوي يعني خوفها شوي سبيشال، يعني كان زايد على اللزوم لأنه بتخاف على أولادها بشكل كتير رهيب. فلما شافت الطيارة عم بتحوم فوق البيت وأوضاع بلشت تتدهور، قالت لهم لازم ننتقل من المدينة للضيعة، لأنه نارين كانت بحلب بالمدينة، تحديدا بالمدينة. بعدين انتقلوا من المدينة لحلب، من مدينة بحلب للضيعة، ضيعة كردية، لأنه نارين كردية. فلما انتقلوا هناك كانت الأوضاع كتير صعبة، يعني كان المي بتنقطع، الغاز بينقطع، الكهرباء بتنقطع، بينقطع كل شيء، ولمدة كتير طويلة، أسبوع بدون مي، شهر بدون كهرباء. فكانت الأوضاع كتير متدهورة بالضيعة، خاصة أنه نارين كانوا بالمدينة، فبالمدينة كان تقريبا كل شيء حلو لو ما الحرب انتقلت هناك. وكمان كانوا لأنه كانت بالضيعة كانوا مع عائلة كتير كبيرة، مو بس أسرة نارين، مو بس مع أخواتها وأمها وأبوها، لا كانت عائلة كتير كبيرة. فأكيد العائلة لما تكبر أو بتكون هناك مشاكل شوي. نارين حكيت أنه بلشت تكون مشاكل هيك بين العائلة، لأنه أكيد في كل عائلة كبيرة بتكون مشاكل في كل عائلة، حتى لو ما كانوا ساكنين مع بعض، فما بالكم أنه ساكنين مع بعض، خاصة الأمور كانت شوي صعبة. فقررت أم نارين أنه يسافروا للسويد عشان يستقروا هناك، فسافروا على السويد واستقروا هناك. فلما استقروا هناك واجهوا صعوبات بالنسبة للغة خاصة، وكل شيء كان جديد، خسروا أصدقاء، خسروا أقاربهم، خسروا كتير من الأشياء. فأنا بحييهم لأنه هاد الشيء كتير صعب،
كتير صعب. نحن بالمدرسة يعني لما بنكون بالمدرسة بنفقد أصدقائنا من المدرسة القديمة وننتقل لمدرسة جديدة بنحس هيك بفراغ، ما بالك أنه بتفقد أهلك، بتفقد بيتك يلي كبرت فيه. كان الأمر كتير كتير صعب. بعدها تعلموا اللغة السويدية وتعايشوا مع الوضع وتأقلموا مع الوضع ودخلوا للمدرسة ودرسوا الحمد لله. إلا أنه شيرين تجيهم بفكرة اليوتيوب، فتحت قناة باللغة السويدية. بعدها ما نجح الأمر باللغة السويدية، انتقلت للغة باللغة العربية اللي هي اللهجة باللهجة السورية. فبعدها نارين فتحت قناة، بعدها سيدرا، بعدها أخوها جلال، بعدها أخوها شيرو مؤخرا. فهيك وأصبحت نارين مشهورة وشيرين مشهورة وسيدرا مشهورة والحمد لله. فأنا بحييهم على النجاح اللي حققوه رغم أنه واجهوا صعوبات بحياتهم. فأنا بحب هيك الناس اللي بتتابر بتجتهد، بتضيع منها أشياء بس ما بتفقد الأمل، بترجع بتبني حالة من شيء تاني. فهذا الشيء كتير حلو، بحيي نارين وعقبال لنجاحات كتيرة كتيرة وكبيرة كمان. فهذا هو كان الفيديو، إن شاء الله ما أكون طولت عليكم لأنه الفيديو اللي فات لاحظت تعليقات عم بيقولوا بتحكي كتير. بحاول أقدم المعلومات كلها، ما بحكي كتير، بحاول أقدم المعلومات كلها وبالشكل الصحيح. فإن شاء الله يكون عجبكم هالفيديو، إذا عجبكم ضغطوا على زر اللايك. إذا عندكم أفكار لفيديوهات جاية شاركوني بالتعليقات، أنا عندي أفكار كتيرة ورهيبة رح تنزل على القناة. فإذا أنت جديد ترقب فيديوهات جديدة، اضغط على زر السبسكرايب وزر الجرس عشان يوصلك إشعار لكل أخبار اليوتيوبرز. فإذا عندكم أفكار شاركوني بخانة التعليقات فكرة من أفكاركم، وإن شاء الله بحاول أني أجيب لكم كم هائل من المعلومات. فشوفكم بالفيديو الجاي وباي. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الأكثر.